السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الأعزاء، يلا شباب كده نصحح مع بعض واجب الحصة رقم 5. واجب الحصة رقم 5 نبتدي مع بعض. أول حاجة كانت الساعة، ويا رب يكون الموضوع ما كانش صعب علينا، وزي ما قلت لكم هو ما فيش كتابة، أنت هيجيلك مكتوبة وأنت تحلها أو تختار الإجابة الصح. لما تبقى الساعة 2:30 إلا 5 فهنقولها إس إيست. أنا مش هكتب بقى كل مرة إس إيست يا جماعة. ها، 5:30 اقرا كده من اليمين، 5:30 يعني 2:30 الا 5، تمام؟ طيب 11:45 يعني 12 الا ربع، هقول اس ايست فيرتل اللي هو ربع 4 الا 12، اقرا من اليمين عشان تطمن، 12 الا ربع. 8:35 يبقى اس ايست، تمام، 5:35 يعني هنزود رقم يبقى 8:30، نقرأ من العكس 8:30 يعني 8:30 و5. 10:30 هتبقى اس ايست 1/2، بزود رقم. 43 دقيقة نقولها بطريقتين، هقول اس ايست 20 او دريتل 4 اقرأ كده بعد اذنك 4 الا 20، او دريتل نقولها بالطريقة اللي هي ودنك منين يا جوحة، اللي هي بنلف اللفة الطويلة دي، هقول 2:30 نقرأ من اليمين 4 يعني 3:30 و10، دول الاجابتين. 7:05 هقول 5:07، اقرأ من اليمين عشان تطمن، 7 و5، تمام. 12:30 تبقى 1/2، ها بعد 12 تبقى 1 يبقى 1/2، مش هقول لغايه سين، ها 1/2 يعني بعد 1، بعد 12 ونص، بعد 12 تبقى 1 تاني، تمام، يبقى 1/2. ده كده الجزء بتاع الساعه. تعالى ندخل في المواقف. قلت لكم التركه بتاعه المواقف هي بتاعه حرف الجر، تعالى نقولها مع بعض. انت بتسال عن الاورد سايت، سؤال مباشر، بتسال عن الاورد سايت بفيش بيت است اس، ما فيهاش اي حاجه، الساعه. اللي بعدها انت بتسال عن الفور ليب، الحاجه اللي بتحبها، يبقى فاس ماخس دو جام. بعد كده المدرس سالك او مدرس قال زكس اور، يعني في تمام الساعه 6، يبقى السؤال كان الساعه كام؟ لا، طالما في حرف جر يبقى السؤال لازم يبقى ميعاد، ميعاد يبقى فان. امتى المدرسه بتبقى فاتحه؟ رحت قايل زكس اور، تمام. طيب مونتاج من غير حرف جر، ربنا يبارك لكم، هي دي التركه. انا الاجابه بتاعتي مونتاج مش ام مونتاج، يبقى السؤال النهارده ايه في ايام الاسبوع؟ فاس ايست هويت. طب امتى اقول فان هاست دو سايت؟ امتى عندك وقت؟ لو قلت دي اجابتها تبقى ام مونتاج. اهي يا شباب، يبقى انا عشان طالما السؤال بفان لازم ارد بحرف جر، طالما السؤال على ميعاد لازم ارد بحرف جر، لكن هنا الاجابه من غير حرف جر، يبقى السؤال النهارده ايه في ايام ربنا؟ الاثنين، ما بقولش في يوم الاثنين او الاثنين، الاربع، الخميس، مهمه قوي. اللي بعدها انت بتسال عن الفرقه بريدونج، ميعاد اللقاء، اللقاء الشخصي، يبقى الاجابه فان هاس دوت سايت، عندك وقت امتى عشان نبتدي نتقابل. اللي بعدها 6 فاس ايست هايت، النهارده ايه في ايام الاسبوع؟ يبقى انت بتسال على الفوخن تاج. انت بتسال عن البيجين، بدايه الحفله، السؤال هيبقى فان فينت مباشره. فاس ماخس دو جيرن، بتحب تعمل ايه؟ يبقى انت بتسال عن الفور ليب، عكس اللي احنا كنا بنقوله. فيش بيت است اس، الساعه كام دلوقتي؟ يبقى انت بتسال عن الاورد سايت. طيب الاجابه اس ايست 9 اور، الساعه دلوقتي 9، يبقى حد كان بيسالك على ميعاد؟ لا، الميعاد كان لازم اقول 9 اور، اهي بنقولها تاني، الميعاد اترد عليه بحرف جر، وهنا ما ردش بحرف جر، يبقى هنا كان بيسالني عن الاورد سايت، الساعه. طب المدة برد عليها اصلا بكلمة شتوند، اقول مدتي كذا، ساعة، ساعتين، ثلاثة. طيب هنا الاجابة بام زونتاج، يبقى هي كده كان بيسأل النهاردة ايه؟ لا، يبقى كده السؤال امتى؟ لازم يبقى السؤال بفن، امتى المدرسة قافلة، تمام؟ يبقى هنا تاني يا جماعة، لو مفيش ام يبقى الاجابة زونتاج بس، كنت قلت له النهاردة ايه؟ في حرف جر يبقى تحط السؤال بفن على طول. طيب اشكوخ الجان، انا بحب الطهي، انا بحب الطهي، يبقى السؤال كان فاس ماخس دو جان.
اللي بعده اين فرويند ماخت اين بارتي، صديق بيعمل حفله وانت بتساله عن بدايتها، يبقى فان فينجت مباشر. يمن فراكت، حد بيسالك على الدور مده الفيلم، يبقى هرد بايه؟ ايوه هرد بمده بس مش اور، هرد بشتوند. تمام، الفيلم مش هيقعد يومين، ما هي صح بالمعنى بس مش يومين يعني. تمام، يبقى زفاي شتوندن. بعد كده في لانج داورت، ها مده الرحله، يبقى انت كنت بتسال عن المده، دور مع دور. بعد كده هالب اخت، نقف عندها. يعني ايه هالب اخت؟ يعني الساعه 7:30 في حرف جر؟ قال لي لا مفيش حرف جر، يبقى كده كان بيسالني الساعه كام مش امتى يبدا الفيلم. ربنا يبارك لكم، لو قلت ام هالب اخت كانت تبقى الاجابه فن. تمام، لكن هنا انا بقول لك 6:30 7:30، يبقى حد كان بيسالك الساعه كام دلوقتي من غير حرف جر، يبقى السؤال عن الساعه، بحرف جر يبقى مواعيد. اللي بعدها بيس مونتاج، يعني حتى يوم الاثنين، يبقى بيسالني على مده مش بيسالني على ميعاد، حتى يوم الاثنين يبقى في لانج. فون وبيس، من كذا لكذا، يبقى برضو بيسال على مده او مواعيد عمل، يبقى اوفنونج تسايتن، مواعيد عمل. اللي بعدها داين فروين زاكت، صاحبك بيقول لك تيجلش يوميا زيه ايش فيرن، يوميا بتفرج على التلفزيون، يبقى بيسالك على الواجب ولا الساعه ولا الشقه ولا الاكتيفيتيت، ايوه النشاط. يدن تاج، شتيه ايش، كل يوم بصحى الساعه 7 ثم بفطر. دو، يبقى انت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على على الوظيفه ولا بتتكلم على الشيء اللي انت بتفضله ولا بتتكلم على الروتين؟ ايوه كل يوم بصحى الساعه كذا وبفطر واروح المدرسه ومش عارف ايه، بدا الروتين. تمام، يبقى التركه بتاعت المواقف يا جماعه قلناها في حته حرف الجر، هي دي التركه. نيجي للقطع. ايش بين شون زفاي فوخن ان برلين، بقالي اسبوعين في برلين. اولا مين اللي كاتب؟ اللي كاتب احمد، كاتب لبيتر، فبيقول له انا بقالي اسبوعين في برلين، يبقى مين اللي في برلين؟ احمد. ايش ماخي هير اورلاوب، انا في اجازه. دي شتات ايست زير انتريسانت، المدينه رائعه. اون دي ايست فارم، ودافيه، فارم يعني دافئه، هناخدها الاسبوع الجاي باذن الله. ماين فاميليا، عيلتي. اون دي ايش فونن ان اينم هوتيل، قاعدين في فندق. ام فورم تاج، قبل الظهر. كاوفن فير، في الكاديفي، ده اسم مول في المانيا، كاديفي ده اسم احد المولات زي سيت ستارز. بنتسوق في المكان ده قبل الظهر. داس ايست اين كاوف هاوس، ده مول. ام نخمت تاج، بعد الظهر. تغافن فير فرويند، بنقابل اصدقائنا ونذهب الى الديسكو. ام ابن، مساء. جين فير انسكينو، بنروح السينما. اودر انس كونسرت، الى حفله موسيقيه. نيكست فرايتاج، الجمعه اللي جايه. تمام، فاغن فير نخ كايرو تسروك، زود لنفسك، تسروك يعني نعود، هنعود الى القاهره الجمعه اللي جايه. دي شوله فينكت فيدر ان كايرو، ان المدرسه خلاص هتبتدي مره اخرى في القاهره. شرايب مير، اكتب لي فاس ماخس دو ياتست ان فرانكفورت، انت بتعمل ايه في فرانكفورت؟ يبقى الولد اللي اسمه بيتر في فرانكفورت والولد اللي اسمه احمد في برلين. تمام، اول سؤال بيترز فاميليا، عيله بيتر، عيله بيتر ايست ياتست ان برلين؟ لا طبعا فالش. تمام، طيب احمد ايست شولا، ايوه طبعا بيقول انا راجع عشان المدرسه. في الكاديفي، في المول، احمد بيقدر يعمل شوبينج؟ ايوه بيقدر يعمل شوبينج. الطقس في برلين كالت، برد؟ لا هو الفار، مدافئ، يبقى الاجابه فالش. القطعه الثانيه ليبا ندى، اللي كاتب الايميل رنا، نطلع فوق عشان نبقى جايبينها كلها. اللي جايب الكاتب الايميل رنا، بتقول لها يات بين ايش ان فرانكفورت، يبقى مين اللي في فرانكفورت؟ باذن الله رنا، انا دلوقتي في فرانكفورت. هير ايست اس فيركليش شون، رائع حقا، الجو الدنيا رائعه. دو هاست ناخ ماينم دويتش كورس جفراكت، انت سالتيني على الكورس بتاعي. الكورس هات ام ارستن يولي او يوني، ها انج فانجن، ده شهر 6، الكورس ابتدى 1/6، اون ذا داورت بيس اند، اند يعني نهايه، وهيفضل شغال لغايه نهايه اغسطس. تمام، دين فند ايز زير جود، انا شايفاه كويس. ماين ليغا، المدرسين نت لطفاء وفريندلي فرويندليش. زي كونن اليس، بيقدروا كل حاجه. اركليرن، بيشرحوا كل حاجه زي الفل. ام كورس، في الكورس. ابايتن فير ايمر ان جروبن، بنشتغل دائما في مجموعات. ماين كوليجن، زمايلي. كومن اوس روسلاند، جايين من روسيا. زي هايسن صوفيا وكاترين، دول من روسيا. فير تغافن اونس ام نخمت تاج، بنتقابل بعد الظهر. اوند جين انس كافيه، بنروح قهوه. اودر ان دين بارك، او لبارك. ام زفانزش اور، الساعه 8 بالليل. جين فير انس كينو، بنروح السينما. اودر انس تياتر، او المسرح. ابر ناتورليش، لكن بالطبع. ليرنن فير او خفيل، وبالطبع بنذاكر كتير. يتست، دلوقتي. كان ايش دويتش سايتونجن، كلمه سايتونجن يعني جرايد.
ليزن دلوقتي بقيت اعرف اقرا جرايد الماني اند جود دويتش سبريشن واتكلم الماني كويس. رنا شرايبت اوبر. رنا كانت بتكتب عن ايه في القصه دي كلها؟ هل بتتكلم على زيارتها لاسبانيا ولا الكورس شبراخ كورس كورس لغه ولا انجلش كورس؟ ايوه هو شبراخ كورس لان هو دويتش كورس مش انجلش. فوهير كومت صوفيا. صوفيا دي جايه منين؟ من روسلاند من روسيا. ام ابند مساء. بيعملوا ايه مساء البنات دول؟ ها هي قالت اومت فانزش اور. خلي بالك ده نخمه تاج بعد الظهر، لكن اومت فانزش اور يعني مساء، ده الابند. ها مساء بيعملوا ايه؟ ها جين فير انس، معلش نشوفها اهي، انس كينو اودر انس تياتر. يبقى الاجابه بتاعتي ها جيت رانا انس كينو. اللي بعدها اخر سؤال، في لانج ماخت رانا في لانج ماخت رانا ان فرانكفورت دين كورس. هي قالت الكورس هيبتدي من 1/6 تمام لغايه نهايه 8، يبقى من 6 ل 8 يبقى شهرين. من 6 ل 8 ما تعدش، من 6 ل 8 يبقى شهرين تمام. يبقى زفاي مونات لو عديت هتقول 6 و7 و8 ده مش صح تمام. من شهر 6 لشهر 8 يبقى شهرين. اللي بعدها التكست الثاني ليبر تيمو وتحت داين حسن، يبقى حسن هو اللي كاتب. بيقول له في جيتس ان برلين، اخبارك ايه في برلين؟ يبقى مين اللي في برلين؟ تمام تيمو. هير است اليس زوبر، كل حاجه هنا رائعه. يدن تاج شتيه ايس تمام. ام زكس اور، كل يوم بصحى الساعه 6. ايش فايس، القطعه دي اللي احنا قريناها، انا عارف ان انا بصحى ان ده بدري، فاكرين القطعه دي هحلها على طول لان احنا قريناها قبل كده الاسبوع اللي فات في الجزء بتاع الكومبليت تمام. يلا نقوله مع بعض. حسن شغايبت اوبر. حسن كان بيكتب عن ايه؟ عن اجازته ولا عن مدرسته ولا عن يومه؟ ايوه كان بيتكلم عن اليوم بتاعه. فو فونت تيمو، ها تيمو عايش فين؟ ها في برلين ولا في اسكندريه ولا في كايو ولا في كولن؟ ها نرجع كده للقطعه، ها بيقول له اخبارك ايه في برلين؟ يبقى الولد عايش في برلين. طيب فانش تيت حسن اوف، بيصحى الساعه كام؟ ام زكس اور. طيب الشول تاج اليوم الدراسي مدته قد ايه؟ تطرح تعمل ماينس اليوم الدراسي بعد اذنك. هو قال لك من 8 ل 13، من 8 و 13 يبقى 5 ساعات، ما تعدش على ايدك هتروح في داهيه هتطلعهم 6، ما تقولش 8 9، تعمل ماينس من 8 ل 13 يبقى 5 ساعات تمام؟ 5 ستوندن. اوعى تعد، هتقعد تعد من 8 لغايه 13 هيطلع واحده زياده، غلط، تعمل ماينس. مهم قوي الحته دي. اخر قطعه. ايش هايس اكرم؟ ام مومنت اللحظه دي، في اللحظه دي ليه بقيش ام برلين؟ يبقى هاي اكرم ده عايش في برلين. فون مونتاج من يوم الاثنين ليوم الجمعه شتي ايش فري، بصحى بدري. دان في وش توك ثم بفطر مع هانز، هانز ده اكيد هنعرفه. اير ايست ماين ميت، اه كلمه جديده، ميت بيفونر يعني اللي مشاركه في السكن، يعني هو قاعد في مدينه سكنيه او حاجه يعني بتاع الطلاب. اند ستوديرت اند اوني، بيدرسوا في الجامعه. داناخ بعد كده غوي مي ايش ماين سيمر اوف، برتب غرفتي. 9:30 جي ايش ان دي شبراخ شوله، بيروح للمدرسه. دورت ماخ ايش اينن شبراخ كورس، هناك بيعمل كورس، يبقى هو بيروح لمدرسه بيعمل كورس. اير ايست هي من الساعه 10 للساعه 12. ام ناخ مي تاج بعد الظهر جي ايش اين كاوفن، بروح اعمل شوبينج. ام زوبا ماركت، السوبر ماركت اسمه كده الدي. جبت اس شون اليس، في كل حاجه. ام زاشتين او كوخن هانز اند ايش، بيطبخوا مع بعض. دان ليرن ايش فيو زفاي ستوندن، بيقعد يذاكر لمده ساعتين الماني. ام ابند زيه ايش مانشمال، ساعات بتفرج بالليل على التلفزيون. والساعه 22 يعني الساعه 10 وهنا هنتكلم عليها، الساعه 22 بدخل انام. الاسئله، التكست ده عن ايه؟ عن الهوبي ولا العيله ولا اليوم؟ ايوه عن اليوم، الدرس كله بيتكلم عن اليوم. في لانج بلايبت اكرم ان دير، ها بيقعد في المدرسه دي قد ايه؟ من 10 ل 12 يبقى ساعتين، يبقى الاجابه زفاي ستوندن، ما تعدش تعمل ماينس. اكرم زيت اي فيرن، ايوه اول تركه، هو قال كلمه ايمر، ها بيتفرج سوري مانشمال، ادي بقى حفظ الكلمات اللي احنا بنحفظها في الجدول الاخير دايما. مانشمال يعني احيانا، يبقى اكرم بيتفرج على التلفزيون احيانا. ايمر يعني دائما، دي عكسها. نيشت ايمر يعني ليس دائما. فيل يعني كتير، واوفت يعني عادة، فالإجابة هي دي، اوفت يعني هو بيتعود عليها. فان شليفت أكرم، أكرم بينام الساعة كام؟ المفروض الساعة 22. 22 مش موجودة في الاختيارات، مكتوب 23.
تمام؟ طيب 22 دي عشان اطلعها بعمل ماينس، ماينس 12. يبقى تاني يا جماعه لو الساعه 18 عملت ماينس 12 يبقى معناها الساعه 6، بس تبقى 6 ايه؟ تبقى 6 بنت مساء. تمام؟ يبقى بعد الساعه 12 من اول 13 14 15 اسمها لما اجي اعملها بقى عاديه، 13 دي يعني ايه؟ يعني واحده. 14 دي يعني 2، 15 دي يعني 3، بس كل دول اسمهم ايه؟ بنز، اللي هي بي ام بالانجلش. يبقى الولد بينام الساعه 22، 22 يعني الساعه 10، يبقى الساعه 10 بنز. لو قال لي 10 مورجنز يبقى غلط، هيبقى معناها 10 الصبح، لا هي 10 بالليل. تمام؟ تمام. فاضل الجرامر اللي كان في صفحه 73، اعتقد هاتن وفارن ما كانش فيه ازمه تماما. يلا يا شباب. هاتن وفارن. ها من الجملة رقم 4. أنا إيه إم كلوب يبقى إيش فار. عمرو إيه أول إمبارح عيان يبقى عمرو فار. هو إيه نزلة برد يبقى هاتن عنده نزلة برد. ما بترجمش ماضي أهو. أين إيه أنت الأسبوع اللي فات يبقى أين كنت. امبارح ايه مطر، قلت الجملة دي تتحفظ، وي هاد عندنا مطر. ابني ايه احساس بالجوع يبقى عنده احساس بالجوع. في عام 90 بون، دي كانت دي مدينة في المانيا وكانت عاصمة المانيا، يبقى في عام 90 مدينة بون كانت العاصمة بتاعت المانيا، يبقى كانت. زمان والدي فيلا على النيل، يبقى زمان بابا كان عنده، بلاش كلمة هنروح في داهية، عنده فيلا على النيل. ها اللي بعدها سايت يعني وقت، يبقى كنت وقت ولا عندك وقت. ايوه عندك وقت هاتن. الجمله دي سخيفه. الجمله دي من كتاب المدرسه، ولد جايب صورتين، صوره لعيلته دلوقتي وصوره لعيلته من 10 سنين. لازم تبقى فاهم الصيغه دي، صوره لعيلته دلوقتي وصوره لعيلته من 10 سنين. تمام؟ فطبعا العيله شكلها اتغير، اللي كبر بقى والكلام ده كله. تمام؟ وراح مشاور على الصوره اللي من 10 سنين وقال الجمله دي. هذه ايه عيلتي منذ 10 سنين، يعني ده كان شكل عيلتي من 10 سنين، ده كان شكل عيلتي. الجمله دي مهمه قوي، داس فار، لانها من كتاب المدرسه وصوره واضحه جدا. هذا شكل عيلتي، ده كان شكل عيلتي من 10 سنين. اللي بعدها فروهر، زمان. وفي الاخر فين الجمله؟ كنا في كلمه فروهر. زمان فلوريان ده اسم ولد، اينن هوند يعني عنده كلب، يبقى هاتل. لو قلت فار يبقى الولد ده كان كلب زمان وربنا كرمه وتغير. يبقى اين ايه انتوا في الاجازه، اين كنتم في الاجازه، فوفارت. امبارح ايه بابايا ومامتي مش في البيت، ما كانوش في البيت، فارن. كيف ايه الطقس امبارح، يبقى في فار، كيف كان. نقط زي لاتست فوخ اوف في رحله، يبقى كنتوا، سوري انا اسف، كنتوا في رحله. 18 امبارح ايه انا واجب كتير، هات عندي. الطقس ايه امبارح، حر، يبقى فار. احنا ايه الجمعه اللي فاتت او الاثنين اللي فات امتحان، هاد عندنا، هاتن. انا ايه النهارده الصبح في الاستاد، انا كنت. فور زفاي موناتن منذ شهرين، مامتي عندها شغل كتير، في الاربايت يعني شغل كتير، يبقى عندها شغل كتير. تمام؟ مش كانت في الشغل، مفيش حرف جر. امبارح ايه ريجن، هاتن عندنا مطر. الطقس ايه كالت، الطقس فار، كان برد. اخر جملتين كلمة جسترن، بس في جماخت في الاخر، وجماخت ده بيرفكت، يبقى احط هاتن وفارن. قال لي لا، طالما في بيرفكت احط هابن وزين، طالما في بيرفكت احط هابن وزين. طب ده في كلمة جسترن عادي يا حبيبي، ممكن الماضي بتاع البيرفكت يبقى في كلمة امبارح، ايه المشكلة؟ ما هو ماضي. يبقى امبارح هحط هنا هحط هابن وزاين لأن ده بيرفكت، يبقى ده من أفعال هابن، اوعى تحط هاتن وفارن طالما في بيرفكت. الأسبوع اللي فات وجيجانجن، جيجانجن من أفعال مين؟ قال لي من أفعال زاين. هتقولي بس ده في كلمة الأسبوع اللي فات، اوعى تحط بيرفكت، سوري، اوعى تحط هاتن وفارن طالما في بيرفكت. في بيرفكت هابن وزاين، ارجع للحصة اللي قبل اللي فات. تمام كده يا شباب؟ كده الحمد لله، ده تصحيح الواجب بتاع الحصة الخامسة. الناس تستعد للكويز بتاع الحصة عشان تعرف تدخل الحصة السادسة بإذن الله. أشوفكم على خير بإذن الله. سلام عليكم.